بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء تاع اليوم يعني كان لقاء متأخر. لقاء متأخر. الفريق جينا هنا اليوم باش على الأقل نعودوا بنتيجة إيجابية وما نضيعوش الفرصة هذه. والحمد لله اللاعبين أدوا مقابلة بطولية خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأول شفنا كيفاش الضغط تاع فريق الصاورة اللي كان حاب يفوز بالمباراة تاع اليوم. أدى مباراة مقابلة في مستوى، لكن حنا عرفناش كيفاش نسيروا اللقاء خاصة في الشوط الأول وين جاتنا فرصة وفرصتين، واحدة في بالا اللي تلاتة الناس سجلوا فيها هدف، وفريق الصاورة عارف النتيجة في الشوط الأول. لو كنا بعد تهاون في الدفاع ولا كنا قادرين في مجيري وحتى الشوط الأول كنكملوا بالفوز، ثم الشوط الثاني كان يكون أسهل لنا، لكن الصاورة عادوا النتيجة. الشوط الثاني غيرنا شويه الاستراتيجيه تاعنا، حاولنا ان نضغط شويه الامام باش شويه ما خلوش الكره عند الفريق تاع شبيه الصاوله. الشوط الثاني ادينا الشوط الثاني كان شويه في احسن من الشوط الاول، عطينا تجربه مقابله، وفي اخر المقابله جاونا فرص ودي كونت وكنا قادرين نسجلوا على الاقل هدف. لكن الحمد لله نقطه من الصاوله تعتبر نقطه جد ايجابيه، ويعتبر كما قلت في البدايه هو لقاء متاخر، دونك انكوا سي بيني في كلو باش نحسنوا الوضعيه تاعنا والكلاس تاعنا. دونك 17 نقطه نحضروا بها ان شاء الله المقابله اللي جايه، عاده المقابله صعيبه ضد الفريق اللي صاحب 70، لكن المهم هو ان نحضروا ان شاء الله في هذا الاسبوع كان اسبوع اريحيه. وثاني الفوز هذا تاعنا نهدوا الجمهور تاعنا اللي تنقل السماء كيفاش الجمهور تنقل الى صورة رغم الظروف المناخيه جاء هنايا وقاتل الفريق تاعو. نشكروا الجمهور تاعنا والجمهور اللي راه في وهران، نقولوا باش نامنوا ان شاء الله بالفريق هذا ونروحوا للبيضين والبيضين نحو الامام ان شاء الله. اليد في اليد حنا والجمهور تاعنا والمسيرين راهم دايرين كل الطاقم الفني اللي كل ما بيوسع ان شاء الله باش نحسن الاوضاع. وفريق راه كما قلنا في البدايه راه فريق راه يتجدد، فريق كان شباشنا اللي اقحمنا شباب اليوم تاعنا من ابناء الفريق وداروا المقابله نتاعنا، ونحب ان شاء الله نواصلوا بنفس الطريقه ان شاء الله. حقيقة راحوا لنا زوج نقاط، ولكن اليوم معناتها كاين امور ايجابيه كاين امور سلبيه. من الامور السلبيه هي التعاليه الهجوميه، نظن بها العام راح نشتغل عليها في المستقبل، وهذه مش نهايه العالم، لان مقابله بين شبيبه صاره ومولوديه وهران كما تعلم هي مقابله جواريه. دائما هذه المقابلات الجواريه تكون معناتها مقابلات وين تكون معناتها الفريقين يكونوا حاضرين. نتاسف احنا لانصارنا، كنا نتمنوا باش نقدموا لهم 3 نقاط اليوم ان شاء الله. شكرا.